السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكربشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. إذا تبغى تروح أوكي اتس فاين. ليه فلشت؟ أوكي جد؟ You're fine. كيف اتعاقب معه؟ Help. How about this? Or that. Thank you. Whoever is gonna push. كانت تشوف. اوكي سوى الالتي يجي. هو قال لي اسوي الالتي اول عشان هو ياخذ اكيد مو انا. صدقني يا لا كتب اي نو انا كنت حستنى تكة يبدا انا حسوي الالتي من بعيد. نو اي ام جوينج تو تيك ذا كيل. انا سويت له سلو ممكن اكلم هاي تسيبه سيبه او نوت. سوت فلاش سوت اجنايت سوت حاجة. نو التي بوت. احول اوكي طب كمل ميت يا اوكي ايه اوتو كمان ايه صح عليك. قول له شكرا فور ذا فري كل. يعطيك العافيه. ابداع الفلاش كان يا عبد الله ابداع. انا عميت انا من كثر ما عميت. عندي هيل ما هي زي الابله. خلنا شغله ما عنده التي هذا ما عنده فلاش اصلا. اوكي اوه ذا واز كلوز. راح ايش الارمر الزباله هذا اللي ما ينتهي وجع. هذا سوى الالتي نو مور التي هي دزنت هاف التي. بس اضرب ولا عليك في اي حاجه. يا باي باي. اند يعني اوكي جمب اجي اوكي اوه زعلته. اي كيل هيم اوتو بس كيل. ايوه يا ممتاز دوران. يا اخي ايش هذا؟ اوه تفك يا
حق اريدر يا رجال. انا محترم جنبه. طيب يا اخواني دوميننت اي، كل بني ادم سبحان الله سبحانه كل بني ادم مختلف، في عين عنده تانية يسموها دوميننت. ايش يعني دوميننت؟ يعني زي يدك اليمين وزي يدك اليسار، زي ما اقول لكم انا يعني right. انت اليد الاساسيه تقدر تكتب بيها تعاملك في اليد اليسار متعب. انت في ناس لا، اليد اليسار هي اللي دوميننت اساسيه واليد اليمين هي ثانوي. نفس الشيء في العيون، في واحده من العينين طبعا ما اعرف التفصيل العلمي وراها، بس اعرف انه والله في واحده من العيون عقلك الباطن او عقلك يشتغل بيها اكثر من الثانيه for whatever reason. انا ما حفتي ليش. اوكي بكل بساطه، شوف لك حاجه متوسطه قدامك، نطالع هنا مثلا، انا بطالع باش، خليت اش في النص، اختار اي اوبجكت، ساعه في الجدار، تلفزيون، هذا او حاجه في النص طالع فيها، وسوي مثلث رايت طالع منها، ابغاك تطالع منها وسط المثلث بعيونك الاثنين، قفل عينك اليسار شوف الصورة تبان كاملة ولا ناقصة. قفل عينك اليسار، طبعا يفضل انك تكون بعيد مو قريب زي كده. تبعت طالع وباك تشوف، تقفل عين واحد عين. اذا قفلت عينك اليسار والصورة لسه جوا المثلث كاملة اوكي، معناها هذه العين قوية. واقرب الجهة الثانية حتشوف النظر خرج منها، حتلاقي انه نصها انقطع. بكل بساطة هنا تعرف أي عين، وعشان لما تعرف أي عين أحسن بالنسبة لك أو الرؤية حقتها أوسع، تحط الماب في الجهة حقت العين هذه، وحيصير أنت نظرتك للماب هذه أسهل. يعني مو لازم تلف وجهك عشان تشوف، ومو لازم تأخذ إفورت مرة كثير، مو لازم عينك تتحرك مرة كثير عشان تشوف. عين اليمين تشوف أوسع من عين اليسار، لازم الشيء يكون بالنص. يعني قدامك بعيد، تبغى بعيد وتبغى تسوي زي المثلث وتطالع من وسط المثلث اوكي. قفل عين يمين قفل عين يسار، لو خرجت الحاجه اللي انت مركز عليها خرجت من المثلث هذا، اعرف انه العين هذه هي العين الاضعف. بس بكل بساطه اليمين اشوف بها احسن، مره يسار ومره يمين. عندك ميبي عندك سبيشال ايز يا داندي، ولا عندك تحور، ولا عندك حاجه غلط، ولا عندك حاجه صح، ما ادري ما حفتي. انا ما اعرف اعراض شارينغان دي يا رجل. اذا ما طلعت صح، يعني اذا ما طلعت كده ما اعرف ايش معناه، فما حافتي. باليسار اشوف نص الصوره، باليمين اشوف كامله، معناها العين اليمين هي العين الدوميننت حقتك. وهذا كلام علمي، مو عمر يقول. اليمين 144 اليسار 1080. اللي عنده حاول وين يحط الماب. I die. He dies. هذا عنده فلاش by the way. Or so I think. بطل يا شيخ. بس لا تنسحب. Of course. يا واد ارقد محلك، مالي قادر تتحرك نص ساعة. What the fuck is that؟ تشرح الباش نوس على السريع اليوم؟ لا جي جي هذا لازم تشيله. باي باي مات. قلت لك يا كاسبر لا تتعب نفسك. المدمر يدمر، جس امشي معه كده بس تفرج ان واتش سم جود جيم بلاي مان. اوكي ما يعطي جولد اصلا. زايا 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 زايا، المفروض قلت حقت ما رجعت. اوكي انا بوينت. اوكي دايس، شي دازنت داي ذا بيتش. اوكي رجع.
أطار. ما جبت شيء ولا ألف اليوم. أحسن. عندي إكزوست. أضرب الصن أضرب الصن أضرب الصن خلنا نخش عليه. Okay.